السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. اليوم غنحضروا كيك المول العجيب على شكل طارت، كتجي خطيرة في المذاق وسهلة بزاف في التحضير. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. غنحتاجوا كاس الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، جوج بيضات، جوج كيسان ديال الدقيق، عندي هنا فاني وجوج خمارات، وغنحتاج واحد القبيصة د الملح. كنديرها بعض المرات ما تنقولهاش ولكن راه كنديرها. غندير البيض، قبيصة د الملح، غنطرب هاد البيض شوية، عندي هنا كاس ما عمرش ديال السنيده، غندير نزيد بشويه بشويه، نسيت ما قلتوش في الاول. غناخد الزيت، غنبدا نزيد بشويه بشويه، غنزيد الحليب، غنطرب شويه، هاد اللحظة نعاد زدت فاني، غنحس التراب وغنحيد هاد التراب الكهربائي، وغناخد الكهرب التراب اليدوي، غنبدا نزيد الدقيق. دابا غناخد الدقيق وغنبدا نزيد بشويه بشويه، دابا الكاس الاول، غادي نخلط هذا. دابا الكاس الثاني نزيد غير النص ديالو، حتى نشوف الخليط ديالنا كيفاش غيكون. نزيد جوج خمارات،
الخليط ديالنا هو هذا، غنخليه على جنب وغنمشي نوجد المول. خديت هنا مول، عندي هذا المول كيكون من هنايا. خديت هذا المول العجيب ديال اللي كناخذوه من بين كيف كتشوفوا، ودابا غناخذ الخليط ديالنا وغنخويه. غناخد دابا المول وغندخلو الفران، عاد غنشعل الفران على 180 درجة. الكيك ديالنا هو هذا، خرجناه من الفران، أنا درتو في صحن التقديم كيف كتشوفو كيجي هشيش. دابا غنتقلو باش نصوبو لاكريم اللي غنديرو في الوسط ديالو. عندي هنا نص سيترو ديال الحليب، خايضة منو كاس اللي درت في الكيك، دونك نص سيترو قل الكاس. عندي هنا هادي ياغورت، وعندي هنا جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسير، وجوج معالق كبار ديال السنيده. اللي ما عندوش لا كريم باتيسير يقدر يدير مايزينا النشا. وعندي هنا كراميل، انا غنديرو غنزوق به السطح ديال الكيك. خديت هنا كاسرونه غنوضع فيها هاد الحليب، غندير فيها جوج معالق السنيده، وغندير معاهم جوج معالق ديال لا كريم باتيسير. غادي نحركهم مزيان، غنمشي نديرهم فوق البوطه حتى يغلاو. خديت هنا الكاسرونه درتها فوق النار، غنستمر في التحريك حتى تعقد لينا هاد لاكريم. لاكريم ديالنا هي بدات كتعقد، انا غنطفي عليها. في هاد اللحظه انا عاد غنزيد فيها هاد ياغورت. اللي عنده ياغورت باني عادي يديرو، انا ما وجدتش عندي، هي باش درت هاد النوع. غنحرك بالزربه هاد الخليط، نمشي نوضعو فوق الكيك. غناخدو هاد الخليط قبل ما يجمد، غنسرحو مزيان فوق من الكيك.
وزعته بهذه الطريقه. ودابا غناخذ كراميل وغنحاول ندير به خطوط. خديت هنا كيوردون هو الكراميل بوحدو ديجا داب ملي درتو فوق من لا كريم سخونه داب. الكيكه ديالنا كتجيب هذا الشكل. دابا غندخلها للثلاجة باش تبرد ونقدموه بالصحة والراحة. كنتمنى تجربوا هذا الكيك بهذه الطريقة لأنها فعلا كتستحق. إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله، وكيف ديما قناة شهيوات مختارة كتقدم لكم وصفات سهلة التحضير ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت.